السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقه الخاصه والاستثنائيه ديال رشيد شو من الدار. اليوم قررت انني ندير رشيد شو من الدار لانهم ضروري علينا كاملين اننا نلتزموا بالحجر الصحي المنزلي حفاظا على السلامه ديالنا والسلامه ديال المجتمع ديالنا. في هذه الحلقه هذه قررت انني نستقبل الفنان حافظ الدوزي. الدوزي دابا ما عرفتش واش نقول لك، مرحبا بك عندنا ولا مرحبا بنا عندك. سلام خويا رشيد، نتمنى تكون مزيان والعائله ديالك صحيحه مزيانه، وكذلك نتمنى ان كل المشاهدين الكرام اللي يشاهدونا الان عبر هذه الدردشه هذه من البيت ديالي. اذا بغيت نقول لك مرحبا بك عندي في الدار ديالي، ومرحبا بي عندي في الدار ديالك، ومرحبا بنا كاملين في الديور ديال الناس اللي كيشاهدونا سواء خارج ارض الوطن او داخل ارض الوطن، ونتمنى انكم تكونوا بصحه مزيانه وملتزمين بالحجر الصحي. تماما دوزي، وهذا هو اللي كنتمناه هو ان الناس تلتزم بالحجر الصحي المنزلي حفاظا على السلامه ديالهم، وهذا هو الهدف ديالنا من خلال هذا البرنامج ومن خلال الحملات التحسيسيه اللي كتكون في التلفازه. دوزي، بغيت نسولك انت الان كيفاش كتعيش هذا الحجر الصحي المنزلي، خصوصا انك كتواجد خارج المغرب؟ بالنسبه للحجر الصحي، هو انني كنعيش كاي عائله في الان في حجر صحي، واخا انها جديده عليا لان انا ما متعودش نبقى هذه المده كامله في البيت، ما نخرجش. طبيعه العمل ديالي دائما السفر، وانني جولات عندي في العالم، ولكن الحمد لله بالعكس الان كما نقولوا استغليت هذا الوقت، هذا وقت مع العائله ديالي. الان انا في حجر صحي عائلي مع الوالدين ديالي مع بعض الاخوه ديالي، وهذا هو اللي خلاني اضطريت انني نرجع ونبقى هنايا في وسط العائله ديالي، لان بما ان الوالدين ديالي مسنين، يعني الفيروس حاجه صعيبه على الناس المتقدمين في السن، فهذا هو اللي خلي باش يبقاو في الدار حدايا، باش يعني باش نتكلفوا بهم، باش انهم ما يخرجوش، اننا اذا كان شي حاجه نقضيوها خصنا حنا نخرجوا للضروره بطبيعه الحال، لان الحجر الصحي ماشي هو ما تخرجش، ولكن الخروج للضروره، وانك تشري الدواء ولا انك تشري بعض الحاجيات اللي مهمه وخصها تكون في الدار، مثلا بحال الاكل ولا اي حاجه، يعني شيء طبيعي. والحمد لله احنا الان التزمنا بالحجر الصحي، وقبل انه ما تفرضوا علينا الدوله، احنا اسبوع قبل تكلمنا مع الوالدين ديالي وشرحنا لهم، وقلت للوالد ديالي حتى المسجد ما يمشيلوش، انه يبقى في الدار، يقدر يصلي في الدار الحمايه للصحه ديالو بطبيعه الحال، وكذلك حتى الافراد العائله كاملين. والحمد لله يعني الان جو عائلي، كما قلت لك انا ما مولفش انني نجلس هذه المده وسط العائله ديالي، الان الحمد لله شبعت العائله ديالي، يوميات عاديه، يعني كاين بزاف ما يدار، كاين بزاف ما يدار فعلا دوزي. وهذه فرصة أننا نجلسوا مع العائلة ديالنا في هذه الوقيتة هذه، لأنه بحكم العمل ديالنا كيكون عندنا بزاف ديال التنقلات، بزاف ديال السفر، فهذه فرصة أننا نجتمعوا أكثر مع العائلة ديالنا، مع وليداتنا، ياك آية؟ أه بابا. دوزي، بغيت نسولك الآن فاش من مدينة كتواجد بالضبط؟ الان انا حاليا متواجد في بلجيكا، وبالضبط في بروكسل، لان انا السكن ديالي هنا في بروكسل، ومعظم العائله ديالي الوالدين الاخوه بعض الاخوان ديالي هنا في بروكسل، وهذا هو اللي خلاني اضطريت انني نرجع وندير الحجر الصحي ديالي في بروكسل. ما كرهتش لو كان كنت في المغرب وسط احبابي والاصدقاء ديالي، ولكن الظروف خلتني انني نرجع، ولكن دائما نتبع الاخبار وكذلك نطلع على كل التطورات في المغرب باش نعرف فين واصله الان الوضعيه. ونتمنى ان شاء الله ان هذه الغمه تزول ونتلاقاو بك في اقرب وقت. دوزي، بغيناك تقربنا شويه من الاجواء في بلجيكا، كيفاش دايره الاجواء تما؟ واش الناس ما ملتزمين بالحجر الصحي المنزلي؟ صراحة الأجواء في بلجيكا مختلفة، تعودنا على أننا نشوف الناس في الحركة، والناس كتخرج والناس تسارى والناس تقضى، ولكن ملي وقع هذا الحجر الصحي الطرق شبه خالية، ماشي خالية تماما، لأن كاين الناس اللي عندهم التزامات وأشغال، ولكن الحمد لله الناس هنايا محترمين القوانين اللي سنتها الدولة، أنهم يبقوا في الحجر الصحي وما يخرجوش إلا للضرورة، وأن عددهم كذلك ما يتعداش شخصين برا، حتى إذا كانوا خرجوا أنهم، وتبقى دائما واحد المسافة ديال متر ونصف بيناتهم. يعني الناس الحمد لله ملتزمة بالشروط والقوانين اللي فرضتها الدولة علينا كحجر صحي، وكذلك للوقاية من انتشار الوباء هنا عندنا. ونبغي من خلالك اليوم دوزي نغتنم الفرصة باش نوجه تحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة في الخارج في جميع دول العالم، ونبغي نسولك أيضا على النفسية ديال خوتنا المغاربة اللي عايشين في ديار المهجر، خصوصا في بلجيكا، كي دايرة النفسية ديالهم، خصوصا العائلات اللي بعاد على الأحباب ديالهم، كيفاش كيعيشوا هاد الظرفية هذه؟
يعني اظن النفسيه ديالهم تبدل من شخص لاخر. كاين بالنسبه للناس اللي عايش مع العائله ديالو وسط العائله ديالو والاحباب ديالو، اظن ان النفسيه ديالو مرتاحه لان عنده عائلته. فبالنسبه للناس اللي مثلا بحال الطلبه اللي عايشين بعاد مثلا في روسيا او في اوكرانيا او في امريكا او هنا في اوروبا وبعد على عائلتهم، يعني صراحه النفسيه ديالهم تكون صعيبه بزاف. انا تلقيت بزاف ديال الرسائل في الانستغرام ديالي منهم طلبه اللي الان مساكين، كاين اللي يبكي، كاين اللي خايف، كاين اللي خايف هو على راسه على عائلته في البلاد. ويعني ماشي سهلة، ماشي سهلة أن الإنسان يكون بعيد على عائلته وعلى أحبابه وعلى بلاده. فاللي نتمناه أنه إن شاء الله ربي يحفظهم وأنهم يلتزموا بهذوك شروط السلامة، ونتمنى ربي يفرجها قريبا إن شاء الله ويلتحقوا حتى هما بالعائلة ديالهم ويلتحقوا بالبلد ديالهم العزيز. ألم بين الهوايات ديالي آلة العود هي باش كنهرس الملل، وواحد القضية أخرى دوزي في هذه الأيام هذه راح تبين رجال لحداك بزاف. واش حتى أنت كتدخل شوية الكوزينة كطيب شي شهيوات ولا والو؟ ايوا كنديروا داكشي اللي قدينا عليه، خا داكشي بسيط، انتم عارفين الظروف، ظروف من تحتم عليك انك بعض المرات الوقت بزاف والظروف كذلك حتمت علينا اننا ندخلوا المطبخ. ما فيها باس الانسان يغتنم هذه الفرصه باش يتعلم شي حوايج اللي ما كانش يعرفهم قبل، لان تقدر الظروف شي نهار تكون بوحدك في الدار فتقدر تسلك راسك. زعما دوزي انت ديتي اللقب ديال ماستر شاف، ما خصكش تقول لي كنطيب شي شويه، خصك انت اللي تكون كطيب في الدار دابا. واحد القضيه اخرى بغيت نسولك عليها دوزي هي مساله ديال الرياضه. كنعرفوا في هذه الايام الانسان كيكون جالس النهار كامل في الدار الجسم ديالو كيقدر يتصاب بالخمول وبالكسل، ومن الضروري علينا اننا نديروا الرياضه. واش انت من الناس اللي كيديروا حركات رياضيه في هذه الوقيته هذه؟ صراحة هذا هو الجانب الصعيب في هذا الجلوس في البيت، وأنا ما متعودش على أنني نبقى بلا رياضة، ولكن هذه المرة الظروف ديالي حتمت عليا أنني نبقى في البيت. ما نستطعش ندير رياضة ولو في البيت ديالي لظروف يعني صحية عندي. يعني حتى ولو ما كانش الحاجة الصحية ما كنتش غادي نقدر ندير رياضة، ولكن أظن لو كان كانت في الأيام الأخرى اللي كنت أون فورم كنت نقدر ندير رياضة. وهذه كنصح بها بزاف ديال الناس اللي يشاهدونا الآن، وأنهم ما يتهاونوش على هذا الجانب ديال الرياضة، وأنهم يحاولوا يديروا ولو تمارين بسيطة صغيرة غير باش الدورة الدموية تنشط، وكذلك حتى الجهاز المناعي ديالهم أنه يكون يتقوى ويكون مزيان. إذا الرياضة راه شي حاجة مهمة أنكم ديروها، إلا اللي يتعذر عليه الأمر بحالي أنا ما نقدرش ندير رياضة في هذه الفترة، ولكن هي شيء ضروري في اليوميات ديالنا في الحجر الصحي، لأن الإنسان كثرة الجلوس ديالو في البيت يوقع له خمول، يوقع له بزاف ديال الحوايج، غيكون عنده صعوبة في النوم، غادي يزيد في الوزن، وهذو مسائل اللي هي سلبية للصحة ديالنا. وكما تعرفوا الآن حنا كنمروا في فترة وباء، فترة اللي هي صعيبة بزاف، خص الإنسان يكون أون فورم وخص يكون دائما نشيط ورشيق. والله يجيب الشفاء والله يزيد فرحتك دوزي. بغيت رايك في واحد المساله، بزاف الناس تكلموا على هذا الوباء بالسلبيات ديالو وايضا بعض الايجابيات. احنا عارفين بانه هذا الوباء عنده مجموعه من السلبيات، ولكن كاينين بعض الايجابيات اللي شفناهم، هو التلاحم ديال المغاربه، هو اننا ولينا كنشموا مع العائله ديالنا، بزاف ديال الاشياء. انا بغيت رايك في هذه المساله هذه، في نظرك شنو هما الايجابيات والسلبيات اللي جاب بهم هذا الوباء هذا؟ طبعا كاين ايجابيات، وكما قلنا وشرنا لها قبل، هو انك مع العائله ديالك وانك تشبع العائله ديالك وانك تحافظ على الصحه ديالك، تبقى في البيت وتكتشف وتتعلم بزاف ديال الحوايج. كذلك من الايجابيات اللي انا نشوفها هي غتكون ان شاء الله مسائل ايجابيه بعد مرور هذا الوباء هذا، واننا ان شاء الله نعيش حياتنا عادي، هو اننا نعطيو قيمه للحياه ديالنا، نعطيو لبعض الامور اللي احنا ما كنا متهاونين عليها وما عطيناهاش قيمه، كانك تزور اقارب ديالك صله الرحم، كانك تخرج دير الرياضه ديالك، كانك تقدر تمشى في الطريق بلا ما تخاف انك تعدى او تموت، كانك تخرج تتقضى في الاسواق، كانك تمشي تصلي في المسجد بطبيعه الحال. توحشنا الصلاه ديال المسجد، صلاه الجمعه، كذلك ان شاء الله قريبا رمضان كاين صلاه التراويح اللي شحال وحنا كنتظروها. المسائل هو اننا الان كلنا نعطيو قيمه الطاقم الطبي، يعني الاطباء اللي هما دائما في كما نقولوا في لاليني الاولى، هما دائما اللي في المقدمه وهما كيواجهوا الخطر كل يوم. هما عندك طاقم الاسعاف، عندك الممرضين والممرضات، عندك كذلك الناس ديال الوقايه المدنيه، الناس ديال الامن اللي كيشكلوا خطر انهم يخرجوا على حياتهم باش يدخلوا الناس، باش ينصحوا الناس، باش يعاونوا الناس. يعني شفنا بعض الفيديوهات اللي صراحه
انا افتخرت بهم، افتخرت بالان، افتخرت بالطاقم الطبي، افتخرت كذلك حتى بالناس اللي كي يقوموا بالنظافه في الشوارع. انا شفت واحد ينقي الكيشي الناس فين تجبد الفلوس. فهذا يعني هادو بعض الامور اللي حنايا ما كناش مهتمين بها، ما كناش عاطينها قيمه. الان غادي كل واحد فرد منا غادي يعطي قيمه لهاد الناس هادو اللي دائما في لاليني الاولى، وراهم كيواجهوا وكيحميونا وكيحفظونا من هاد الشيء كامل. بالنسبه للسلبيات، يعني الحاجه الاولى اولا بطبيعه الحال هو انك ما بقاش عندك الحريه انك تتصرف وتخرج. الان وليت في البيت ديالك ومحترم قوانين السلامه باش تحافظ على حياتك وصحتك والعائله ديالك. الحاجه الثانيه السلبيه واللي هي صعيبه بزاف هو انك تفقد واحد من العائله ديالك بسبب هذا المرض. والحالة اللي أنا عشتها هو أنني فقدت واحد من العائلة ديالنا اللي هو خال الأب ديالي. كان متقدم في السن وحتى هو تعدى بالمرض. توفى الله، الله يرحمه ويوسع عليه في هذه الظروف اللي هي صعيبة بزاف. خصكم تعرفوا الإنسان الآن من يتوفى ما يسمحوش العائلة ديالو تشوفه، حتى واحد ما قدر يدير العزاء وحتى واحد ما قدر يمشي معاه من غير جوج ديال الأشخاص هما اللي يقدروا يحضروا له في وقت الوفاة ديالو. وكذلك حتى في الجنازة ديالو لا يتجاوز العدد 10، من بين 6 حتى 10. وهذا هو اللي صعيب بزاف، وانك ما تقدرش تودع الاحباب ديالك وانك تقوم بالعزاء كما يقوموا به الناس في الايام العاديه. وصعيبه بزاف. الان ماشي غير هو اللي تعدى، ولكن تعدات حتى الزوجه ديالو. الان هي في المستشفى، الحاله ديالها الحمد لله الان مستقره. كذلك حتى الابناء ديالو والعائله ديالو كل من خالطه في ديك الفتره الان هو تعدى. يعني هادو مسائل سلبيه صعيبه. هو في وقيته ديال المرض كان يمشي الله يرحمه يتقضى في الاسواق، كان يمشي للمسجد. وهذو هما الامور اللي الان الدوله كتركز عليهم، وانهم ما يمشيوش للاسواق والمسائل الاماكن المكتظه. وكذلك حتى المساجد، نعرف بلي كاين بزاف الناس ما تقبلوش الفكره انهم تقول لهم ما تمشيوش تصليو في المساجد، ولكن هذا راه ماشي خروج عن الدين، ولكن غير حفاظ على سلامتك وسلامه الاخرين. الا انت مريض راك غتعدي واحد الشخص اخر اللي ما عنده حتى شي ذنب في هذا الشيء. وهذا هو الامور اللي هذا هو الامر اللي وقع لهذا الشخص الله يرحمه من العائله ديالي، هو انه كان يمشي للسوق وانه كان يمشي للمسجد. اذا حافظوا على سلامتكم، الله يخليكم، وبقوا في البيت ديالكم. والبركه في راسك الدوزي، وبلغ تعازي للعائله كاملين. وبهذه المناسبه ايضا كان بلغ تعازي ديالي لجميع الناس اللي فقدوا العائله ديالهم ولا الاحباب ديالهم في هذه الظروف هذا بسبب هذا الوباء ولا باسباب اخرى. اليوم دوزي بلسانك، بغيتك توجه رسالة لمجموعة من الناس للأسف اللي ما تحترموش هذا الحجر الصحي المنزلي، وكتلقاهم دائما كيعمروا الأسواق، كيمشيو للأماكن العمومية، ما كيحترموش التعليمات ديال السلطات. فاليوم بلسانك دوزي، شنو ممكن تقول لهاد الناس هادو؟ بالنسبة لالتزام بالحجر الصحي، خصنا نعرفوا، خصنا نفهموا واحد الحاجة. أولا خصنا نفهموا الإنسان كي داير. إحنا الآن إحنا كنتحدثوا وحنا الان كنطلبوا ان الانسان يبقى في البيت ديالو. راه حنا كنتحدثوا مع انسان، تكلموا مع انسان، ماعادش كنتكلموا مع روبو كتقول له دير هذه ديرها. يعني كاين الناس اللي التزموا بطبيعه الحال، الناس اللي واعيه والناس اللي مقدرين خطوره الوضع وانهم كيبقاو في البيت ديالهم. وكاين واحد الناس اللي الله يكون لنا ولهم بطبيعه الحال، ناس متهاونه، ناس ما عاطينش قيمه للحياه، ما عاطينش قيمه للصحه. ما كنتكلمش على الناس اللي مفروض عليهم انهم يخرجوا يخدموا، ما كنهضروش. يعني حتى دوك الناس اللي غادي يخرجوا يخدموا راه عندهم حلول اللي الدوله لقاتهم معاهم. بالنسبه للناس اللي كانوا في صندوق الضمان الاجتماعي عندهم واحد الخلصه اللي غادي تكون موفره لهم. وحتى الناس اللي ما كانوش في صندوق الضمان الاجتماعي الان من خلال ذاك الصندوق اللي داروا صاحب الجلاله محمد السادس، اننا غادي نقدروا نعاونوا دوك الناس المتضررين اقتصاديا اللي ما عندهمش القوانين ديالهم. اذا المسائل واضحه وباينه، غير الانسان اللي ما بغاش يلتزم بالحجر الصحي ديالو. الخروج إلا للضرورة، هذه قاعدة اللي خصنا نلتزموا بها هذه الفترة كلها باش نقدوا نفسنا والشعب وبلادنا حتى هي. دوزي بغيت نسولك على واحد المسألة. كتعرف هاد الأيام بأنه المحلات ديال الحلاقة سادين، وبزاف ديال الناس ولاو كيديروا شرع يديهم كيحسنوا لراسهم، ومنهم بزاف ديال الفنانة، كاين اللي قرع، كاين اللي حيد الحياة بحال هنا، بحال أمينوكس، بحال دون بيك، حيت جالسوا الدار جالسوا الدار، ما كاينش حلاق، ضروري خصك دير شرع يدك. واش حتى أنت فكرتي أنك مثلا الشعر ما عندكش سميتو؟ لا، واش فكرتي انك تحيد الحياه مثلا؟ شكون اللي كيغوت؟ خويا رشيد، انا ضايع الشرع يدي من زمان. هادي شفت، انا كنت ضارب الحساب لهاد الحوايج. لا، ما عنديش مشكل مع هاد القضيه، انا من بكري ضايع الشرع يدي. وبالعكس، يعني انا اللوك ديالي هو هذا، وانني ما نحتاجش نمشي للحلاق، ما
نحسن راسي في الدار. واظن الان بزاف ديال ماشي غير الفنانه، بزاف ديال الناس ومن بينهم حتى انا من العائله ديالي الان ولاو يديروا لي فيديو من يكون يحسن راسه. بالعكس كاين اللي جاته مزيان كاين اللي لا، ولكن الظروف حتمت علينا وصافي ما عندنا ما نديرو. ولكن مزيان ان الانسان يتعلم بزاف ديال الحوايج من بينهم الحلاقه. الآن دوزي، بغيت نعطيك بعض الصور وبغيت كل صورة تعطيني عليها تعليق. الصورة الأولى ديال الأطباء والممرضين. طبيعة الحال هاد الناس هادو يستاهلوا منا كل الاحترام والتقدير من زمان، ولكن اليوم في هاد الفترة ديال الوباء احنا محتاجين لهم بزاف، وراهم كيقوموا بمجهود كبير بزاف وكيعرضوا حياتهم وحياة الأقارب ديالهم للخطر، لأن الآن هما في الخطوط الأمامية لمواجهة هذا المرض. يعني هاد الناس راهم كيضحيوا بحياتهم وكي بصحتهم. كاين الناس اللي مازال، كاين بعض الأطباء والممرضين اللي مازال ما شافوش العائله ديالهم من بدايه الحظر، لان ما يشكلوش خطر عليهم، دائما هما في وسط المرض مع الناس اللي مرض باش ما يتعداوش وما يعدوش عائلاتهم. بالنسبه للاطباء، الاطباء اللي مرضوا حتى هما تعادوا نقول لهم الله يشافيكم. بالنسبه للاطباء اللي في العالم، ماشي نهضروا غير الاطباء المغاربه ولكن في العالم، اللي توفوا الله يرحمهم لانه قاموا بمجهود جبار، وبالفضل ديالهم بزاف الناس اللي تشافات، وهما اللي ان شاء الله غادي يكونوا مفتاح الفرج في هذا الوباء هذا، لان هما اللي عناصر مهمه وحنا محتاجينها الان، وهما اللي غادي يعاونوا الشعب. ثاني حاجه اللي انا بغيت نشيرها، وبالخصوص حنا الان كنهضروا على المستشفيات والاطباء، هو ان الجهات المعنيه انهم يوفروا المعدات اللازمه للوقايه ديال هاد الاطباء، لانهم راهم كيعرضوا نفسهم للخطر. اذا نتمنى ان هذا الميساج ديالي يكون وصل. الصورة الثانية ديال عمال النظافة. بالنسبة لهاد الناس صراحة حتى هما كيشكلوا حياتهم الخطر. علاش؟ لأن مين يجمعوا القمامة والمخلفات ديال الناس، فكاين بعض الناس اللي يقدروا يكونوا مصابين وانهم ما يكثرتوش ويرميوا المسائل ديالهم غير هكا بدون ما يسدوا عليهم. فاحنا هاد الناس نقول لهم شكرا بزاف، اللي بالفضل ديالكم الدروبه ديالنا نقيين، وانكم كتضربوا تمره، وانكم كتخرجوا في هاد الفتره ديال الوباء باش احنا باش الشعب يكون على راحته. رسالة من الناس اللي كيرميو القمامة ديالهم انهم يكثرتوا لهذه القضية ويضربوا بحساب هاد الناس، وانهم يوضعوا المخلفات ديالهم في اكياس ويسدوها مزيان. الله يخليكم باش ما تعرضوش للناس ديال النظافة للخطر. الصورة الثالثة ديال واحد الشخصية اللي تعرفت بزاف مؤخرا من رجال السلطة اللي كيقوموا بمجهودات كبيرة في الظرفية هذه، هي القيدة حورية. القيدة حورية ومن لا يعرفها. أنا صراحة في الأول ما شفتش الفيديو حتى وريتوني الوالدة ديالي، لأن الفيديو متداول في كل مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. اللي عجبني فيها هو أنها رغم البروتوكول ديالها ورغم أنها خصها تلتزم بعض القوانين لأنها قايدة بطبيعة الحال، لكن خرجت ديك المغربية ديالها، خرجت المرأة المغربية في واحد اللحظة اللي هي لا شعور، وحسينا بها لأنها كانت تلقائية. وهذا يعني هذا مني كما يقولوا السلام مني، احترام وتقدير لكل النساء اللي الان هما في ارض المعركه وقايمين بالجهد ديالهم، وبرهنوا على ان المراه المغربيه عندها دور في المجتمع وانها قاده. وتبارك الله عليها، وتبارك الله على كل النساء اللي الان كاينين لا في الطاقم الطبي ولا كذلك حتى في النظافه ولا قايدات ولا في الامن بطبيعه الحال. لا ننسى كذلك رجال الامن اللي حتى هما قاموا بمجهودات جباره باش يوعيوا الناس، وكذلك باش يخليوا الناس يدخلوا البيوت ديالهم. اذا تبارك الله عليهم كاملين، اي واحد ساهم في هذه الفتره من الوباء باش يحفظ سلامه الشعب. دوزي، شكرا جزيلا لك، شكرا لتقبل الدعوه، وشكرا على المجهودات اللي درتي باش نديروا هذا البرنامج من الدار عندي ومن الدار عندك. كنبغي بالمناسبه نشكر جميع الاطقم الطبيه، من الممرضين، من الاطباء، وايضا رجال السلطه وعمال النظافه وجميع الناس اللي توحدوا وتحدوا باش نتخطاو ان شاء الله هذه المحنه هذه. نشكر ايضا جميع المواطنين المغاربه اللي بينوا على روح وطنيه عاليه وعلى روح المواطنه. ايضا نبغي نشكر كذلك صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله على المجهودات الكبيره اللي كيدير باش ان شاء الله نتخطاو هذه المحنه هذه. دوزي، غنخلي الجمهور يشوف الان اعاده ديال حلقه رشيد شو اللي كنتي ضيف ديالها واللي كانت مخصصه للاشخاص الصم والبكم. وانا نقول لك في الاخير الله يحفظك والله يشافيك، ونتلقى بك ان شاء الله قريبا مباشره. ونخلي لك في الاخير الكلمه، شنو تقول للجمهور ديالك والناس اللي متبعينك؟ فك الله.
شكرا خويا رشيد على هذا اللقاء الشيق صراحة. هذه تجربة جديدة بالنسبة لي أنني أقوم ببرنامج كله بالبيت ديالي، والحمد لله يعني التكنولوجيا سهلت علينا الأمور. نتمنى أن الرسائل ديالنا والنصائح ديالنا أنهم يكونوا فادوا الناس، وكذلك حتى اللقاء ديالنا أنه يكون خفيف ظريف على الناس. شكرا لك أنت يا شكرا على الطاقم كامل اللي كيسهر الآن باش يقوم بحملات توعوية لم عن طريق البرامج ده، كذلك حتى في التلفازة ديال دوزان. نتمنى أن الناس تكون استفدت من هذه التجربة ديال كورونا طبيعة الحال، أنهم بقوا في البيت، أنهم يستغلوا هذه الفرصة كذلك باش ينصحوا الأبناء ديالهم، باش يقريوا الأبناء ديالهم، باش يفيدوا الأبناء ديالهم، باش يشبعوا العائلة ديالهم. إذا كورونا ما فيهاش غير المسائل السلبية، ولكن حتى بعض المسائل الإيجابية، وأننا قدرنا نتعرف على بعضياتنا أكثر وأكثر، وبعد التأخي والتآزر والحب بين الشعب المغربي. نتمنى لكم إن شاء الله الصحة والعافية، وأنكم تبقوا دائما بسلامة ومحافظين على صحتكم، التزموا بالحجر الصحي والقوانين اللي فرضتها علينا الدولة، باش إن شاء الله ما نعرضوش صحتنا وصحة عائلتنا وكذلك المجتمع ديالنا للخطر. شكرا بزاف خويا رشيد، شكرا لكل طاقم رشيد شو.